تحياتنا لكم أصدقائي المشاهدين وما كنتوا عم بتابعوا شاشة تلفزيون لبنان، وبسرني بهذه الفقرة أني استضيف أستاذ الفكر السياسي في الجامعة اللبنانية أستاذ جرار ديب. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون لبنان. أستاذ جرار، خلينا نبلش من موضوع الكورونا اليوم. كيف شفت الإجراءات التي تم اتخاذها، وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ في الساعات المقبلة لتفادي انتشار أكثر للفيروس؟ واليوم لبنان سجل أول حالة وفاة في هذا الفيروس. أول شغلي فينا نبلش شوي من الشعب. نعم. يعني الشعب هو كمان لازم شوي يساعد الحكومة. هلا نحن ما عنا مثل ما عم نعرف ونشوف، يعني ما عنا الطاقم الطبي والتجهيزات الطبية اللازمة لتقدر تحوي أكبر عدد ممكن. نحن ما الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية، إذا بإيطاليا وعم يوقع هالقد ضحايا. نعم. أو بإيران. فأنا برأيي أول شيء لازم نبلش شوي بوعي بالشعب، يعني الشعب ما عليه، يعني وقت ما يعطوا شيء بنسميه نحن وياك عطلة للأولاد ليقعدوا فيها بالبيوت، مش ليعملوا فيها فاكونس ويروحوا فيها على التلج ويروحوا يعملوا بيكنيك ويعملوا لقاءاتهم بالمولات وبغيرها. بده يكون كمان شوي الشعب اللبناني واعي على مسؤوليته وعلى خطورة المرحلة اللي نحن قادمين فيها. مش أنا عم أكدها، الأطباء بأكدوها ووزارة الصحة بتأكدها وأكيد منظمة الصحة العالمية. نعم. واليوم نحن للأسف صار في عنا أول ضحية بفيروس كورونا، وإن شاء الله يكون نهاية أو خاتمة الضحايا بهالفيروس. هلا بالنسبة لإجراءات وزارة الصحة، بعتقد أستاذ بيير كان لازم يكون حزمة من أول طيارة وصلت على المطار. يعني البعض يقول أنه تسيست في البداية ولأنه من إيران ما كان تسيست أو تريس شوي الوزير ليقدر يأخذ شوي الإجراءات. بس بهيك أوضاع ما فينا نتريس، يعني في صحة المواطنين والوقت يكون دائما يعني مع انتشار الفيروس. لحتى ما نروح نحن أكثر على أنه هي سيسة، خلينا نقول يا خي يمكن كان في شوي سوء إدارة للأزمة بأول. يعني بأول يتحمل مرحلة. المسؤولية برأيك أو بعض من المسؤولية مش الوزير. هيك لازم، لأنه الجماعة فلوا على بيوتهم وهودي جايين من حج، يعني معناها تسلموا وتلاقوا. يعني بكل بساطة ليش ما تصرفنا مثل ما تصرفت كل الدول؟ كان لازم، صراحة كان لازم. يمكن مثل ما قلت بمرحلة من المطارح إنه خفنا نقفل على هالطائرة بوقت اللي كان فيروس الكورونا عم ينتشر بكل البلدان، مش بس بإيران، كان بالصين، كان بإيطاليا، كان بكذا. بس إنه كان في عنا أو في عنا لازم يكون في عنا إذا بدك إجراءات أكثر صارمة من البداية. يعني يتحمل المسؤولية بمطرح معين الوزير برأيك؟ بمطرح معين لازم يتحمل المسؤولية. طيب أستاذ بيير، خلينا نوصل شوي لقصة الفيروس إذا بده ينتشر بلبنان بشكل أو بآخر. إذا نحن وياك عملنا هالإجراءات على مطار بيروت، بس ما نحن بنعرف إنه المعابر شوي إلى حد ما يعني غير الشرعية والشرعية إلى حد ما شوي مش مضبوطة 100%. وبعدين حسب ما عم نشوف على التلفزيونات، هل يا ترى كافي الإجراءات اللي عم تنعمل إنه أنا بس بشوف لك حرارتك؟ هذا اللي كان موضع إذا فينا نقول موضع ما بعرف تنمر، خليني أقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين، لأنه عم بفوت يعني. المواطن عم بيعبي ورقة على بالطيارة، ما عم بيلاقي حدا ياخذ منه الورقة بالمطار. يعني متروك الأمور على ما يقدر الله للأسف. وشفناها على السوشيال ميديا وشفناها على الفيديو، وبيطلعوا مسؤولين وبيطلع وزير الصحة بيقول لك الإجراءات. طب أي إجراءات؟ ما في حدا بالمطار. هلا بعتقد أنا الإجراءات بالوسائل المتاحة للبلد مثل لبنان ما في يعني حتى مش موجودة. الوسائل المتاحة مش موجودة، ما عم بيستعملوها. هلا لازم يكون في يعني حدا متخصص بهالامور او من مستشفى رفيق الحريري، هو يقدر يعطينا اكثر انفورميشن على هالموضوع. بس بشكل او باخر خلينا نزت المسؤوليه على اثنين. شو خير استاذ بيير؟ ما في كورونا. اوكي، فخلينا نزت شوي المسؤوليه على اثنين. نعم. اول شيء على وزاره الصحه وما يترتب عليها وعلى المواطن. يعني اليوم انا جاي من على استوديو وعلقت بعجقات سير مخيفه. طيب هالعالم، هل يا ترى عطلوا المدارس والجامعات لتيجي انت تكزر على الطريق وتحط ابنك وبنتك واولادك وانتم يا شباب وصبايا نعمل جروبات ونروح الى اماكن السهر والظهر والى ما هناك؟ لا، كمان بدنا نحط شوي المسؤوليه على اثنين. ايه، في مسؤوليه على وزاره الصحه بمطرح من المطارح، بس كمان في مسؤوليه على الشعب. وانا برجع بقول استاذ بيير، هل يا ترى نحن عندنا الادوات اللازمه والوسائل اللازمه لنقدر نكافح فيروس مثل فيروس الكورونا؟ اذا بايطاليا وضرب اللي ضرب او بايران وعمل اللي عمله، فهل يا ترى نحن عندنا هالتجهيزات؟ نعم. اذا لا، المواطن بده ياخذ حذره وبده يعمل حجر صحي له اجباري، مش ناطر انا يجي الوزير يقول لي او ناطر انا يجي الفلاني يقول لي. انا بعرف في فيروس عم ينتشر، بابسط الامور بالسلام
بالكلام امرار بينتشر اذا 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 كنا كثير قراب على بعض. نعم. لازم الانسان كمان المواطن اللبناني يكون واعي لهالنقطه. طيب خلينا نشير الى انه من اصل 59 حاله كورونا بمصر تمت او اعلنت الصحه المصريه اليوم عن شفاء 26 حاله وكانوا على متن المركب السياحي اللي تحدثت عنه الصحافي وكانوا على متنه عدد من المصابين. كمان خلينا نشير الى انه جامعه هارفارد كمان علقت كل الدروس للمره الاولى يعني بتاريخها وبلشت عم تعطي الدروس للطلاب اليوم من خلال الانترنت. طيب خلينا نروح شوي الى الموضوع الاقتصادي. كان قبل بدي اطرح بس هيك اشكاليه صغيره. نحن بنعرف انه عم ينتشر الفيروس وعم بخوفوا منه، وفيروس الى حد ما بيقولوا انه هو انفلونزا بس قوي ممكن يؤدي الى وفاه، بس الاشكاليه اللي بتطرح ذاتها انه كيف عم يقدر يتعالج منها الانسان بوقت اللي هي عم بيكون او عم بتصير على مرحله وباء عالمي. كمان هون بنتمنى انه يكون في اجابات، يعني اليوم بالصين عم بيقولوا لنا انه هو قدر يقضي على الفيروس، هي منا عدو خارجي فات على الصين لحتى نقضي عليه، هو وباء عم ينتشر. نعم. كمان بهمنا شوي يكون في تعاون دولي اكثر ويكون في وضوح اكثر من منظمه الصحه العالميه قديش خطورته فعلا، بيقدر الانسان يشفى منه بالانتيبيوتيك اللي بياخذهم بشكل يومي، ما بعرف يعني لازم يكون شوي هالوباء اكثر. لانه استاذ بيير احسن ما نروح على فكره انه في مين صنع الوباء لحتى يقدر يعمل يجني ارباح من خلاله. بنعرف نحن وياك اليوم شركات قديش عم تعمل ارباح، ايه قديش عم تعمل. فاذا الانسان بصير يشتري شركات المستلزمات الطبيه بنوع خاص والمطهرات صح. نعم. الامم المتحده عم بتقول كمان الرد الايراني على انتشار كورونا كان متاخرا وضئيلا، والرد في لبنان كيف كان؟ مشابه؟ اكيد نحن يعني نحن لنقدر لنجي نحكي نحن وياك بالبدايه، اذا بنحط المسؤوليه على الوزير او ما بنحط المسؤوليه على الوزير، يعني بمطرح معين في مسؤوليه بدها توقع على الوزير وعلى الوزاره. نعم. خصوصا بهال فينا نسميه السلشه، ما بعرف اذا بدنا نسميها، انه طياره موبوءه جاي من مكان موبوء، كان لازم يكون اجراءات شوي اداء على القليل، يعمل لهم حجر 14 يوم شك بقول عمل لهم حجر منزلي الوزير منزلي ما بتعرفش الجيران ما هاي المشكله وخصوصا انه جايين من حج، بتعرف لما الواحد يجي يعني عن جد مضحك مبكي الواقع، يعني كلنا عايشين بلبنان بنعرف مجتمعنا اللبناني وبيحكوك عن حجر منزلي وحط ثقته بالحجر المنزلي. يعني على وبدي ضوي بعد على نقطه كمان اساسيه، بتمنى ما تتاخذ كثير على السوشيال ميديا باستلشاء او بكذا، هي قصه التراب مار شربل، انه بنهايه المطاف هيدي الصبيه عندها ايمان معين، وفي فريق كتير كبير من اللبنانيين عندهم ايمان. هلا اذا انت ما بتؤمن بقصه مار شربل او ممكن اذا اكلت شوي من التراب وتشفى من كورونا، بنتمنى ما يكون في عندك تعليقاتك على السوشيال ميديا لانه عم يستفز الشارع. خلينا هو اشياء مقدسات اترك خي كل واحد عدينه. خلينا بس نشير لشغله، لانه وزاره الصحه بما انه عم نحكي عن الفيروس اعلنت اعتماد مختبرات جامعيه جديده اضافه الى مختبر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي لفحص فيروس الكورونا، وذلك بسبب اقتراب مختبر مستشفى رفيق الحريري من قدرته الاستيعابية. طيب المختبرات الجديدة هي مختبر الجامعة الأمريكية في بيروت، مستشفى القديس جورجيوس، مستشفى رزق بالأشرفية، الجامعة اللبنانية الأمريكية، مختبر رودولف ميريو بالجامعة اليسوعية، مستشفى أوتيلديو. وأشارت الوزارة إلى أنه يتوجب على أي مستشفى آخر ومختبر خاص يرغب بالقيام بهذه التحاليل التقدم بطلب يدرس من قبل لجنة متخصصة للحصول على موافقة الوزارة قبل المباشرة بذلك، وتحدد التعرفة ب 150 ألف ليرة كحد أقصى. في شغلتين أنا حسيتهم فيهم ضعف لحتى ما نقول غير. أول نقطة أنه انحصر كلها ببيروت الإدارية. نعم. أوتيل ديو، الجامعة الأمريكية، مستشفى بيروت. هل يا ترى الوباء بس هون او الوباء منتشر باقصى الجنوب لاقصى الشمال؟ يعني معناتها لازم يكون وما لازم يقول الوزير انه اذا في لابو او مختبر حابب نحن جاهزين، لا لازم يكون انت عم تفرض، وخصوصا بالاماكن اللي هي بعيده شوي عن بيروت. يعني اذا انا عندي مريض بدي انقله من عكار على بيروت في مشكله، اذا بدي انقله من الجنوب على بيروت في مشكله، لا اعمل له بعكار، اعمل له بجنوب، اعمل له بالشمال، اعمل له بالبيع. والشغلة الثانية 150 ألف بهالوضع الاقتصادي مشكلتين. أنا برأيي لازم وزارة الصحة
تعمل موازنة، ترصد موازنة لتدعم، لأنه اللي معه 150 ألف وعم بحس بشوية عوارض قبل ما يتفشى إذا عم نحكي كورونا، رح يقول لك شوية جريب وشوية كذا ويقضيها بشوية بابونج وينسون وغيرها ليمشي حاله، ممكن يكون في فيروس عم ينتشر. ليه؟ لأنه خفان يدفع 150 ألف، وخصوصا بهالوضع الاقتصادي اللي نحن فيه. صحيح. أنا برأيي أنه الكونسلتاسيون غالي شوي 150. نعم. تنروح شوي إلى الشق الاقتصادي بهذه الأثناء أو اليوم، يعني باشر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات الاستماع إلى إفادات وكلاء الوكلاء القانونيين للمصارف، واستمع إلى أصحاب ورؤساء مجلس إدارة إدارات المصارف، وسيصدر بيان بعد قليل. اليوم يعني الوضع الاقتصادي بعد ما أعلن رئيس الحكومة تعليق دفع لبنان لمستحقاته، أي مستقبل اقتصادي؟ وكلنا بنعرف أنه اليوم هذا التعليق في تبعات، يعني سيرتب تبعات. صح. على اللبنانيين، خبرناهم للبنانيين أنه إذا نحن ما دفعنا، بس ما قلنا لهم أنه لأنه ما دفعنا شو ممكن يكون في تبعات، وأنت بتعرف. صح. في ممكن يكون انهيار لبعض المصارف من خلال هذا الأمر، حجز أموال الدولة اللبنانية في الخارج وأمور كثيرة في حال لم يقبل الدائنين بما اقترحناه عليهم. طيب اول شغله خلينا نبلش، احنا ما كان عندنا خيار الا انه ما ندفع، ما هي اللي بدي بلش فيها. بس شو التداعيات؟ التداعيات قبل، هل يا ترى الدائن بده امواله او ما بده امواله؟ بالنهايه بده امواله. أكيد. يعني معناتها بده يشوف انه الدوله اللبنانيه جديه بقرارها التعليق لاجل بده يسموه، بده يعطوه اكيد ديت، يعني بده يعطوه وقت، انه مش انه والله لبعد ما بعرف امتى بنعطيك المصاري، لا، بده يقولوا له انه احنا باول حزيران باول 2021 بدنا نعطيك المصاري على الطريقه التاليه، بهالدفعه بهالدفعه وبهالدفعه. فاذا اول شغله تبعات استاذ بيير، اذا كان الدائن شوي هيك متجاوب وبده فعلا مصاري، ونحن قدرنا نخلق له الثقه للدائن انه احنا قادرين ندفع لك بهالتواريخ اللي احنا عم نعطيك اياها وبهالدفعات اللي احنا عم نحددها احنا وياك، بعتقد انا بكون تبعاتها كثير قليله، خصوصا اذا انت رفقت هيدا الشيء بخطه اقتصاديه على راسها محاربه ومكافحه الفساد على راسها. اذا قدرنا نعمل هيدا الشيء بعتقد انا تبعاتها بنكون عم نطلع من الازمه شوي شوي، بس عم نوصل الى الطريق الصحيح والخلاص. اما اذا انا جيت قلت له للدائن كدوله لبنانيه انه خلص طول بالك علي، انا بعد شوي بدفع لك، بس انا عم برجع للواقع اللي انا موجود فيه، في كيديه سياسيه وفي مشاكل وما عم نقدر نضبط الفساد، وهذا بياخذ قرار كقاضي من هون بالنسبه للمصارف، شوي بيرجع قاضي تاني بوقف لي القرار ليدرس هو الموضوع لناخذ هالاعتبارات، يعني معناتها نحن ايه هون التداعيات اللي حتكون خطيره وخطيره جدا، واكيد الماكسيموم انهيار اقتصادي أكثر من هيك، انهيار اقتصادي بمعنى الإفلاس. هلا أنت بتعرف بس بالمرحلة يعني بس اقتصاديا، والخبراء الاقتصاديين هون إذا نحكي بيور اقتصاد كلهم يجمعون على أنه بعد كلام رئيس الحكومة حسان دياب من كم يوم هو إعلان لبنان لأفلاسه. بس هابل نفوت شوي اقتصاد على سياسي. هلا اللي عم يعلن هيك هن أكيد ضد مواقف الحكومة بشكل أو بآخر، بعد ما أخذت ولا موقف الحكومة، هيدا أول موقف. ايه هيدا اول ما اخذت مواقف سياسيه، هيدا اول موقف. هلا عندها دراسه خطه، بتعرف حضرتك يعني في عندها شغلتين هلا عم تعمل، تفاوض مع الدائنين، وبنفس الوقت في شيء اسمه دراسه الخطه الاقتصاديه اللي بدها ترفعها يعني مع بعض. اللي ما اعلن عنها بعد، لا ما اعلن، لانه يعني طلع خبرنا انه كل السياسات الماليه الماضيه كانت خاطئه واوصلت لبنان الى ما وصل اليه، بس ما اعطانا خطه، يعني ما في استشراف للمستقبل، ما خبرنا شو بده يعمل، غير انه بشر اللبنانيين باجراءات موجعه. قد ايه بعد اللبناني بده ينوجع اكثر ما هو موجوع؟ بده ينوجع. بتعرف ليه بده ينوجع؟ بس انه بده ينوجع مش لانه الرئيس حسان دياب مخبرهم، بده ينوجع لانه انت لك 30 سنه عم تمرق بازمات اقتصاديه وبهندسات ماليه اشبه بهندسات بونزي، يلي هي بتعرف بونزي، تشارلي بونزي او تشارلز بونزي اللي انتشر بهندساته الاحتياليه على شكل او باخر. يعني هون عم تقول انه حاكم مصرف لبنان عنده هندسات احتياليه؟ لا ما عم اقول مين بيعمل الهندسات الماليه، هو بيعمل. لا عم نقول هندسات ماليه خاطئة وصلت إلى ما وصلت إليه البلاد. لا نحن بالشخصي ما قلنا علاقة فيه، بس مين ولا بيعمل الهندسات؟ مش أنا اللي بحاكمه. الفساد بينعمل بشغلتين، بسياسة نقدية وبسياسة مالية. بسياسة نقدية عم تورطك
بين المصارف وغيرها وغيرها، والدين العام عم بيزيد وبسياسه ماليه. ايه بس استاذ جلال عم بتقلي رايحين على اجراءات على اجراءات مجعه اكثر، وقت نروح على اجراءات مجعه اكثر، اليوم نص الشعب اللبناني قاعد بلا شغل، واللي بعده بشغله طيب عم بيقبض 50%، اذا بدك توجعه زياده رح يروح كمان على شغل، رح تعمل ثوره طيب جياع وانتهى البلد. لا لا ما رح نوصل لهون، لقلك ليه؟ لانه هيدي الرؤيه السوداويه، بس عندنا نحن رؤيه ايجابيه. بس خليني ارجع اوضح شغله دخيلك على الاعلام، بتعرف الاخبار كيف بتصير. بالنسبه لحيك مصرف لبنان احنا ما قلنا عليها، بس نحن عم نشبه السياسات اللي عم تصير بالهندسات اللي ورطت لبنان بهالدين العام بهندسات كانت سابقه، او اصلا بونزي هو منه ما كان حيك مصرف، يعني كان عنده مصرف بشكل او باخر. لنرجع شوي انا وياك للرؤيه الايجابيه، الرؤيه الايجابيه ليش خايف تدق بالحاكم؟ لا مش خايفين تدق بالحاكم، بالعكس التيار نزل وعبر وعلى الصوت كتير عالي انه تفضل يا السيد رياض فرجينا او قلنا مين هن الاسماء اللي طلعت اموالها بعد 17 تشرين، وكنا احنا حابين استاذ بيير نشوف الحراك حدنا وعم بدافع اكثر وعم بعلي الصوت اكثر، لانه هون الحراك نزل ضدكم، كيف بده يكون حدكم؟ هو نزل حاله ضدنا. طيب. لانه هي المطالب اللي عم بيطالبها هي هو نزل ضد السلطه قديمة. وانتو اساس هذه بس السلطه بس بدي خلينا بدي انتقلك شوي على الرؤيه الايجابيه. طيب نحن اليوم على السكة الصحيحة لاستخراج النفط، وبتعرف كتير منيح انه التقرير اللي صار من فترة عفوا حول الابار الغاز اللي بالبلوك 4 هي من اغزر ابار الغاز بالعالم، وممكن لوحدها تنشل اذا بدك الاقتصاد. بس هذا عم نحكي بعد 5 سنين. لا مش بعد 5 سنين ابدا. بعد قديش؟ ابدا الماكسيموم 2 اذا ما صار في نكد بالتعاطي بهذا الملف، وما صار في عنا الكيدية السياسية اللي هي نحن مشهورين فيها واللي نحن منعرقل هالأمور. طيب عندك الأملاك البحرية كمان، هيدي بتعرف قديش كم مليار بتدور إلى السوسمو، وعندك أكيد المرافق الحيوية. طب استاذ جرار عم نحكي دايما بهيدي يعني الملفات عم نحكي فيها وانتو عم تحكوا فيها، وانتو اليوم السلطة بإيدكم، طب ما يلا عملوا شيء، حطوا ايدكم على الاملاك البحريه للدول الدوله، ما يعني ما عم نشوف شيء، بنحكي بالملفات وبنسميها مزبوط وما بنشوف شيء، وعم تطلع وعم بتسموا الامور باسماء وعم بتسموا الناس باسمائهم، بس لا بتلقوا القبض على حدا ولا بتحكموا فاسد ولا بتدعي، يعني طب ما بيصير. طيب نحن رح نبلش نروح البلد، يعني ما بقى في عنا وقت نربحه. مزبوط، بس رح نبلش باول نقطه قلت لي اياها انه العهد بايدنا، نحن ما عندنا عهد بايدنا، نحن كل اللي موجود رئيس جمهوريه. يعني هون رجعنا على مقوله ما خلوني اشتغل. لا 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 مش انا، لا ما عم اقول لك ما خلونا، قلت لك انا ما عندنا عهد بايدنا. اول شيء انت بتعرف كثير منيح انه الوزراء اليوم المسمين بالوزاره الجديده هن منه وزراء تيار، ولا حتى استاذ بيير عم بحكيك على 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 جديه يعني بالتعاطي، ولا حتى بيقدر التيار بشكل او باخر يمون عليهم. وانا بعرف كذا وزير استجرة. انا بعرف كذا وزير عم بحكيك عن اكسبيرينس شخصيه، ما بيقدر التيار يمون عليهم اصلا، الوزير بسيل ما عينهم، يعني اذا بدنا نرجع لهالمقوله خلينا نكون على وجه الوزير بيقول لك انا تعينت لانه اصحاب مع فلان، هذا شيء ثاني، هذا شيء ثاني. بتعرف شغلي ليش خلينا نحترم بس يعني طيب مزبوط عقول ذكى العقول اللبنانيين معلش لا كثير على نقول الاستاذ بيير خلينا نقول شغلي هل يا ترى اذا فلان بيعرف فلان يعني ضروري فلان يكون عينه؟ لا، بس هو عم بقول لك بالسياق الحديث انه كل الطبقة الحاكمة اليوم موجودة بالسلطة. طيب وليش شفنا الخلافات بيناتهم على تقسيم الحصص قبل ما تصير الحكومة، ما نضحك على الناس. يعني ما يعني معناتها العهد بعده، يعني شفنا السجال اللي صار بين سليمان فرنجية وجبران باسيل. طيب يعني معناتها بعده العهد بإيد الوزير باسيل، هذا الفكرة؟ إذا بعده بإيد الوزير باسيل لازم اللبنانيين خلص يعترفوا بسوبرمان هالوزير، هيك لازم نقول. بس نحن بنعرف كثير منيح إنه أول شيء بسياق الحديث نحن بنكون كمان عم نقلل شوي من شخصية رئيس الوزراء اللي نحن بنقول انه فعلا شخصية قوية وصلبة، واجت بالمكان المناسب وبالزمان المناسب، هي شغلة كتير منيحة ولازم اللبنانيين يلتفوا ورا هالوزارة ورا هالرئيس الوزراء اللي مثل ما عم نشوف مثل ما بنسمع بالتقارير انه منه سهل بدينته، ما بيعطي كتير دينته للآخر. هيدا الرئيس عم تحكي عنه اليوم بعد ما في ولا دولة قررت أن تستقبله، هلأ الدول مشغولة بحالة، شو الدول مشغولة بحالة؟ يعني امبارح يعني أهم وزيرين العرب وزيرة. أهم وزراء العرب هن اثنين بعد ما أجوا عملوا له زيارة. إيه بس يعني في رفض عربي لإله، ما فينا نقول هيك، خلينا نطول بالك. أوضح من هيك الوزارة ما إلها بعد ما إلها شهر رح يصيروا شهرين. طيب بس طيب. نطول بالك شوي صغيره لحتى الاتصال الو مبروك تتهنى كذا، ونحن عندنا
هودي شكليات. هلا انا في هولي بروتوكول بالدوله، هو مش شكليات، هذا بروتوكول دوله بيكون نحن السفير اهم سفراء الدول العربيه بتجي بتقول مبروك. لا يعني قديش بقي لزار دار الفتوى؟ هو كان واضح بهالموضوع، كان واضح انه انا ما بزور دار الفتوى الا ما اخذ الثقه بمجلس النواب. بس خليني شوي صغيره نحن وياك شوي، لانه الرئيس دياب فعلا شخصيه مميزه بالمكان والزمان المناسبين. خلينا نرجع ناكد عليها، وان شاء الله تكون على ايامه يقدر ينقص الى حد ما. اكيد نحن نتمنى ذلك، بس ما في بوادر امل بكل الوضع الموجود اليوم. اليوم هو شغله الشاغل الوضع الاقتصادي. اليوم انا كيف بدي اروح اعمل زياراتي وانا بلدي عنده انهيار او على شفير الانهيار الاقتصادي؟ طب الزلمه عم بحاول، كان عطوه مهله اسبوعين ليعالج قصه اليورو باوند، صح او لا؟ طب قدر ياخذ قرار، قرار جريء انه نحن بدنا نجمد شوي الى حين. قرار جريء بس الله يستر من التداعيات. لا ما في تبعيات استاذ بيير، ما عندك، عندك تجارب سابقه، يعني عندك اليوم الارجنتين وغيرها وغيرها واليونان. اخر شيء الدول اذا اخذت منك ثقه، ثقه عمل بس الثقه مش موجوده. لبنان اليوم اول شيء فاقد الثقه الداخليه، الشعب فاقد ثقته بالسلطه، هذا امر مش الشعب. هلا الشعب يعني معناتها عم تقلي 100%، خلينا نقول الجزء الاكبر من الشعب 20% من الشعب فاقد هذه الثقه، و80% هو معها ثقه. بتعرف شو بحب انه انت عم تخبرني بعض الامور، يعني بحسك صراحه ورح اقول لك اياها بكل صراحه انت مش مقتنع فيها، يعني عم تقلي اياها مع بسمه انه مرقه. لا 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 ما فيني اقول اليوم 20% من الشعب اللبناني، 50% من الشعب اللبناني على خط الفقر، 50% فاقد شغله، اللي بعده بالشغل عم بيقبض نص معاش. واي سعر بدك تحكي لي اليوم؟ اليوم المجتمع العربي كله فاقد الثقه فيك، اليوم مجتمع الدوله اصلا حطك بمكان اخر ومنه معبرك. طيب يعني بدك رايي، لو انا كنت محل رئيس دياب كنت باخذ قرار جريء، بوصل على اللي سبب هذه الازمات، باخذهم بحطهم بالسجن وبقدامهم خيارين مثل ما عمل الامير محمد بن سلمان، يا بتضلك هون يا بتدفع اللي عليك اللي انت اصلا اخذه من الدوله على مدة 30 سنه. طيب هذا قرار، هي قرار جريء، يا ريت بيعملوا، كان بيريحك من الدين العام وبيرجع بيعمل لك انتعاش للعجله الاقتصاديه اللي نحن واقعين فيها. بس الزلمه عم نحمله والعهد عم نحمله، هو قرر يحمل، هو قرر. طيب اعطوه وقت، اوقفوا حده. بالعكس، في حدا اجى بالشارع اللبناني اجى قال لك هي انا مستعد احمل عنك، والوزراء ما بينلاموا، اللي الوزراء اللي هن معينين اليوم كمان نفس الموضوع، هودي جايين يقدموا وقتهم وعملهم والى ما هنالك لانقاذ. ما حدا جاي يقدم وقته، هن مبسوطين وجايين يعني ما هيك بس لنعمل وزير؟ ايه في يمكن يمكن نحن بتعرف العاليه اللبناني كيف، يعني وقت ناخذ لقب مع الوزير بهالوقت بكل الاوقات بهالوقت. هلا وقت حرج جدا، ورطونا وقت حرج جدا، يعني بكل الاوقات. صدقني اللبناني انت بتعرفه اكثر مني قد ايه بحب الالقاب. ترجع شوي بالحديث ل 30 سنه لورا، كنا شفنا احنا هيك شو عم بصير عن جد، يعني في مشكله كثير كبيره. يعني اليوم السبب المسبب الاساسي لهالازمه بدي اسالك عم يعمل سياحه مدري وين. بدي اسالك سؤال، قاعد هون المخرج هلا عم بيسالني، عم بيطلب مني وجه لك سؤال، لو انت طلب منك انك تكون وزير بهالمرحله بتقول لا؟ ليك شو اول شغله شفت قدام بسطت. لا خليني اقول لك شغله، بغض النظر اذا انا ما عندي الكفاءه لاعطي شيء بهالمرحله، صدقني ما بيجي وزير. بس كلنا بنشوف انه بدي اجي وزير لهون لحتى انسب مثلا بهالمرحله. وقت اللي بنعرض عليك هيك منصب دغري بتلاقي الكفاءه موجوده، شو بتقول؟ ممكن 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 ها. طيب رح كمل معك هذا النقاش، يعني بموضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء اللي هي بتشكل اليوم جزء كتير كبير من الدين العام، كل يوم بكل المقابلات السياسية وعلى كل شاشات التلفزة عم نحكي بهذا الموضوع، بموضوع الكهرباء. متى سيحل ملف الكهرباء؟ هل سينتهي عهد ميشيل عون وبعد الكهرباء بلبنان ما بتجي؟ أوكي. السؤال الأخير بتعود للأوضاع شو عم بيصير. مش شرط يعني ما اجى الرئيس عون واجى قال انه انا بعهدي بدي يكون في كهرباء، ما قال انا بعهدي بدي اعمل ابسط الامور. لا مش ابسط الامور، هي اصعب الامور الكهرباء. كهرباء طبيعي. لا لك ليه، اول شغله
التعليقات على شركة الكهرباء. يعني أنت اليوم عم تجبي أكثر بكثير مما أنت عم تصرف، لأنه اليوم المصروف بشكل كبير. بس بقرار حازم من فخامة الرئيس بيمشي الحال. لا لا أستاذ بيير، في مناطق ممنوع تفوت عليها، في مناطق عم ينضرب الجاي بالكهرباء، في مناطق عم بيقولوا ممنوع. طبيعي بفوت بمؤازرة قوى عسكرية وقوى الجاي. حتى لو هذا صار غير موضوع، لكن لازم نطلع نعترف أنه صار عندنا دويلات مشرعة في لبنان. أكيد دويلات أحسن بس نروح على دولة. وين هي مثل وين؟ وين مكان هلا اليوم جاب الكهرباء في روح. لا قل لي سمي لي وين في روح بحرية على على مناطق معينة ويجب الكهرباء. نحن كلنا نحن المشكلة منا بعيد عن مثل وين خلين. وين يعني نحن كلنا أولاد البلد. طب مثل وين؟ طيب يا خي خليني أكمل لك نقطة صغيرة أساسية. بس سمي لي منطقة ما في يفوت علي الجاذب. اليوم مثلا يا خي بدك ناخذ أنا وياك بعض المناطق بالجبل، بعض المناطق بالضاحية، بعض المناطق بالجنوب. بالضاحية ما أنتم حلفاء حزب الله، فيكم تتفقوا أنتم حزب الله. بالبترون هون عم نسمي لك بعض المناطق. أصلا بترون مدينة الوزير بسيل. الوزير بسيل وقت ما كان وزير للكهرباء قدم تقرير بيقول عم بتقلي ضاحية أعطيتني مثلا ضاحية بترون، بالضاحية فيكم تتفقوا مع الحزب يلي أنتم حلفاء معه وبتفوتوا وبتاخذوا الجبايات وما راح يقول لكم لا. وبالبترون نفس الشيء كمان مدينة الوزير جبران بسيل. استاذ بيير بس هي ليه ما بتنحل على 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 كثير من المناطق بلبنان ما عم تعمل جبايه صحيحه للكهرباء. ها يمكن بطرابلس، يمكن بجبل، يمكن جبل لبنان عم بيدفع 80% 83% يمكن ببكفيه ما بعرف. فبشكل عم بيدفعوا ببكفيه عم تجوا تقطعوا لهم اياها دغري. يعني ليك شو ليك شو الفرق؟ المشكلة أنا عم عدل لك مناطق بلبنان، نحن بنقول إنه في بس قادرين تحلوا هذا مشكل كتير بسيط. هي وزارة يعني. الكهرباء أو عفواً شركة الكهرباء وزارة الطاقة هي بتعترف إنه في جباية ضعيفة لأنه في عنا هالأمور. اثنين نازح السوري طيب وقت اللي بتضحي مثلاً ما بيدفع، ليش ما بيتم قطع الكهرباء؟ وليش بكسر وين وقت اللي بيدفع بيكون في قطع كهرباء؟ كمان فيكم تاخذوا هيك قرارات على ما يكون في صيف وشتي على صيف واحد. ما هو في مش في صيف وشتي، لا هو في هون ما عم يدفع وفي هون ما عم يدفع. هلا بصير البورسنتاج اكثر شوي اقل شوي هذا شيء ثاني، بس بكل لبنان بالخارطه اللبنانيه في كثير من ال. طب ليش لحد اليوم ما جرأتوا وطلعتوا وكشفتوا مافيات الموتورات يلي هي اللي ما عم بتخلي الكهرباء؟ بالعكس نحن بنقول الصراع اللي عمله الوزير مع مافيا الموتورات يطلع يسميهم ويقول مين مستفيد منهم. ما هني واضحين مين قال لي ليش بده يضل يسمي؟ هو واضح اللي هو واجباته يسمي يقول مين الفاسد. يا استاذ بيير اليوم نحن الناس بدها تعرف مين هو هذا الفاسد يلي على طول كانه راجح يعني. طيب. مين هو هالراجح؟ مين هو هالفاسد هو يلي مغطى مافيا الموتورات؟ ليه ما بتطلعوا تسمون؟ سمي ليش اثنين ثلاثة معروفين مثلا الكبار فيه. أنا ما في يسمي، هو القضاء يسمي، بس إذا نحن بدنا نطلع بدك أنت تسمي لكلامك يعتبر إخبار ليروح على القضاء. لا القضاء بعتقد عنده كتير إخبارات، يعني في كتير بالأوساط التلفزيونية أو الجرائد أو المناك بيحكوا بهالمواضيع. بس خلينا شوي لمشاكل الكهرباء. هودي صاروا مشكلتين، النازح السوري اللي عم بعلق عندك، المشكلة الثالثة بعتقد أنا على ما أعتقد حتى المخيمات اليوم الأونروا بعتقد أنا وقفت شوي دفع. يعني معناتها صار في عبء شوي على الدولة اللبنانية كمان من هالإطار. طيب اليوم قصة الفيول والبواخر اللي بتوقف لأنه في كيدية بين وزير مالية ما بده يدفع بين كذا، ما هذا كمان بيرتب خسائر كتير كبيرة. ثلاثة الأربعة النقطة الرابعة الأساسية هي التوظيف العشوائي بشركة الكهرباء لاعتبارات إنه هذا بخصني وهذا بخصني وهذا إلى ما هناك. وبتعرف قديش الوزير بسيل عينه من قصة المياومين ووقف هالقرار لحتى ما يشرج تضخم وظيفي بهالشركة. بس ما كنا نشوف هذا المشكل عم بيطلع هيك على السطح إلا وقت اللي كانت تسوء العلاقة بين الوزير بسيل والرئيس نبيه بري. نقولها بكل بساطة. طيب يعني هذا نحن يعني كأنه في كيدية سياسية إنه وقت تسوء العلاقة بين الاثنين بيجي الوزير جبران بسيل بيحكي بموضوع المياومين، ليش ما بدل يحكي فيه على طول لينحل؟ طيب ليش بده يبدو مثل كأنه حجة؟ لا أبداً ضغط على الرئيس نبيه بري. فاتوا شيء على شركة الكهرباء؟ ما فاتوا، يعني الوزير بسيل بس لحتى أقول للمشاهدين اللي بس بيعرف الوزير بسيل بالهيلة هيلة هو لحتى نقول له الوزير بسيل بشكل أو بآخر، الوزير بسيل عنده رؤية لبناء دولة ونقطة على السطر. شو هي هالدولة؟ الدولة حاليا طالما أنت بدك تقول لي أنا مسيحي وهداك مسلم وهداك درزي، الدولة بدك تكون بالمناصفة حسب الدستور. هلا إذا نحن بدنا نروح على إلغاء الطائفية السياسية من النفوس ويصير اللبناني يفكر بالمواطنية، نحن ما عندنا مشكل بأي شيء، لأنه هيك إذا بتشوف بكتير من المطارح والملفات الوزير بسيل كان عم يتصدى لأنه بده يكون في عنا توازن طائفي، مش مثل بياض الطناجر الوزير السابق للإعلام رياشي وقت ما نزل على الـ MTV قال لو بده يكون في 100
مسلم وعندهم كفاءة، وواحد مسيحي ما عنده كفاءة ما بدي المسيحي بدي هدوك. لا ما بعتقد. هلا من حمر ياش ترى بيضة نجر. بتعرف ليه؟ لأنه قاتلت القوات اللبنانية على مدى تاريخها تحت شعار الأمن المسيحي فوق كل اعتبار. هيدا بالحرب. وحتى بالحرب وبالسلم للشعارات بتختلف؟ أكيد. ما بعرف. لا بتختلف لأنه هلا بطل عنده أمن المبادئ مسيحي. المبادئ ما بتختلف بس المسيحي. الشعارات بتختلف حسب حسب المعطيات حسب المتغيرات بالبلد. اليوم أنت بالبلد ما فيك تقول لي إذا بدك تحكي بهذا المنطق شعار القوات اللي كان بالثمانينات غير شعار القوات ونهج القوات اللي موجود اليوم. يعني معناتها بنغير بالمبادئ عالم. مش بالمبادئ يعني. عم نحكي شعارات المبادئ بتبقى هي زي ما هذا مبدأ شو ايه؟ لشو قتلنا إحنا لكان وفتنا بحرب طويلة عريضة بكرمال هالموضوع؟ لا تيجي هلا تقول لي هيدا الكلمتين، لا ما بنسمح. يا اما بيكون لبنان بلد لا طائفي وبنروح نحن وياك الى بناء فعلي للدوله على اساس المواطن الصالح هو الكفو وهو الكذا، بس عشرت ما بدي افكر انا ببيير. بتعرف نحن كيف نتعرف على بعض؟ شو اسمك؟ عماد. عماد بحير. ها عائلتك كذا منطقتك لحتى اعرف كيف بدي احكي انا وياك. طيب هلا فجاه بدي اجي اقول لك ما في بقى طائفيه، لا بدك تسمح لي. يا بدنا نكون بهذا يعني الإطار. يعني بتعتقد بنوع من الأنواع مثلا فينا نروح إلى التقسيم وبنرتاح من هذا الموضوع؟ لا نحن ضد التقسيم. يعني كل طب ما حيرتني. لا 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 نحن بنشتغل بثقافة تربوية عبر المدارس والجامعات إلى تنشئة وتهيئة اللبنانيين الطلاب يعني الأجيال اللاحقة. أكيد نحن بدنا ندفع ثمن هلأ كم جيل لقدام، بس بالأجيال الثانية إذا بنقدر ننقل اللبناني من حالة الطائفية اللبناني الموجود اليوم بعد بضاين لأجيال كم جيل لقدام. هلأ اقتصاديا قلت لك أنا أنت عندك كثير من الأفق الاقتصادية. ليس فقط اقتصاديا، على كل الصعد اجتماعيا. هيدا البلد يلي هو أصلا مقسم مناطقيا ومناطقيا بقلبه كل منطقة عندها لون طائفي معين ولون مذهب معين. عن اي وحده وطنيه وعن اي اجيال وعن اي ثقافه في يلعب دور المحاور لدقيقه؟ تفضل. طيب هل يا ترى بكفايه ما عندها لون معين؟ ليش معلقه بكفايه؟ لا 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 لا, لا, لا بس هيك هلا تساءبت عم تطلع على بالي هالمنطقه هوني ما عندها لون معين؟ حلوه هي خاصه بهالايام هيك طقس حلو ربيعي، بس هي عندها لون معين. يعني معناتها ليش عم معلقها هالشيء؟ لانه هلا بنسمع الشيخ سامي بيطلع بيطقنا شعارات عالية بالوطنية ما حكي وطنية اليوم وإنشاء مش اليوم حكي سمى بالأسماء من هم بتعرف شو الفرق اللي بينكم وبينه؟ اليوم سامي جميل طلع سمى بالأسماء كل واحد باسمه من المطاولين والمتعهدين، كلامه يعني يعتبر إخبار اليوم إخبار. أوكي. وكل واحد بأي مجال اليوم طلع وقال عنه كشف فساده وتفضل تفضل القضاء هو يروح ويحاكم ويحاسب. يعني أنا هذا اللي عم بطلبه منك، قول يعني طلبت منك طلب صغير، قل لي مين إن الفاسدين اللي هن اليوم عندهم مافيات المطارات؟ ما قلت لي ولا اسم. ما لأقول لك أستاذ بيير، أنا أول شيء من مخول الشيخ سامي هو نايب ومحامي بيقدر يكفل بهالمواضيع. نحن منا مخولين، نحن في فريق عمل هو عندك مخول. عندك 21 نايب بظهرك وما بعرف كم وزير سابق وحالي حتى شيء. نحن بنشتغل بالقانون، نحن طيارنا معروف بالقانون وبالبناء الدولي. فبشكل أو بآخر بموضوع الكهرباء ما بقى بليز حدا يزيد انه شركه الكهرباء عم تخسر 2 مليار دولار لانه في ما بعرف شو سوء اداره بهالامور. لا تفضل شوف وين الخلل الفعلي بالاداره من جبايه خاطئه. اصلا قصه الجبايه ما هو الوزير بس يطلعها، وحتى في كثير من السياسيين الكبار في عليهم ملايين الليرات لشركه الكهرباء لانه عم يتخلفوا عن الدفع. فاذا بشكل او باخر قصة الكهرباء من قصة جباية لقصة تعليق على الكهرباء لقصة نازح سوري وغيره وغيره، هيدا بتسبب ايه اكيد خسائر كتير كبيرة. وعداك عن نحن وياك بنشوف انه في كتير عرائيل انه جينا بدنا نعمل معامل معينة توقفت مثل دائرة عمار لانه ما بدي اعطيك ولاني بدي اعطيك ولانه انت ما بدي خليك تشتغل كونك انت من هالفريق السياسي. طيب هيدا هو. طيب ما شفت ما قلت لي والله برافو علي الوزيرة ندى البستاني انه قدرت تعمل كسر احتكار النفط شو؟ طيب هيدا شابو بقى. واصلا لو كان في حراك جدي كان لازم يطالب باعاده توزيعها بالطاقه، مع العلم يمكن هي بعيده كليا عن هالفكره، بس عم نجي نقول لك انه لو كان في حراك جدي كان بيعرف يقرا، لانه هيك نحن ركزنا. شو اسم الشخص يلي كله مش يعني كلهم يلي اخر شيء ربح المناقصه؟ بغض النظر مين. لا بتذكرني بالاسم. بغض النظر مين بس بتذكرني بالاسم، انا نسيت الاسم بس هلا تحت الهواء بنقول لك اياها. بغض النظر. لا بس ذكرني بالاسم مش بغض النظر مين. لا لا قل لي لا مين. لا ما بعرف بغض النظر مين. اوكي بس المناقصة شريك مين؟ لا لا بغض النظر برجع بقول لك مين. قال لي شريك مين يعني المناقصة كانت على العلن.
طيب علنا طيب شو شريك مين علنا اجت اجلناها جمعه ليش لانه ما اجوا اجوا اثنين من الشركات رجعت عطيت افونتاج طيب هيك شغل بكل شفافيه شفت وين المشكل بلبنان المشكل انه طيب خليني بس اشير لشغله انه مستشفى رفيق الحريري الجامعي يعقد او الدكتور فراس الابيض وهو المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي يعقد مؤتمر صحفي بعد تسجيل اول حاله وفاه لمصاب بفيروس كورونا المؤتمر رح بيكون بعد نص ساعة من الآن للوقوف على آخر المستجدات حول الموضوع وذلك في قاعة المكتب الطبي في مستشفى رفيق الحريري الدولي وبدي أشير أيضا إلى أنه رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها باستثناء الحالات الاضطرارية من 11 حتى 13 أذار إفساحا في المجال لتعقيمها هلأ كمان إيران انترناشنال عم بتقول إنه سجل وفاة 12 مسؤول إيراني بكورونا وإصابة 43 أما وزير الصحة السوري بيقول سوريا خالية حتى الآن من كورونا ما عندي تعليق ما عندي تعليق بس نحن نقول الله يرحم اللي مات يعني وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان بالنسبة لأكيد فيروس كورونا وإن شاء الله نكون عن جد فعلا على طريق إيجاد له حلول أو أدوية أو أكيد كمؤمن أنا مسيحي بقول لك إن شاء الله يكون عندنا هالعجائب اللي قادر يعملها مار شربل بالنسبة لهالأمور بالنهاية المطاف في وباء متخشف حتى القديسين تخلوا لا لا حاضرين أبدا أبدا طالما الرئيس عون أبدا حاضرين بقوة فبشكل أو بآخر بالنسبة لكورونا في شغلتين المواطن والدولة هودي لازم يلعبوا دور لنقدر نطلع شوي من هالأزمة أو من هالوباء يعني اللي اسمه كورونا يعني حتى نختم هيك مع شوية أمل في موقع علمي أمريكي عم بيقول أنه ممكن يكون في تقلص لهذا الوباء بمجرد حلول الصيف ولكن ما لا يؤكد هذا الأمر هو أن العدوى ما زالت جديدة وفي حاجة إلى دراسات معمقة ما بعرف يعني كل يوم خبر بيخدنا وخبر فعلا. بيجيبنا فعلا. على السوشيال ميديا فعلا. مثل ما بلشنا الحلقة خلينا نرجع نذكر ونقول أنه الوقاية تبقى هي الأهم أكيد. وعدم الاختلاط أكيد. وحس أكيد. المسؤولية في عند المواطنين هي يلي بتحمي هي الأساس استاذ جرار انا بدي اشكر حضورك اهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم شكرا لك اصدقائي المشاهدين لحظات ونتابع